السلام عليكم. هنشوف مع بعض الكوارع بتاعتنا، شوفوا عامله ازاي. يلا بسرعه نشوف طريقتها ونعملها ازاي. النهارده بقى هنعمل مع بعض كده الكوارع زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. شوح الكوارع في فص ثوم وبصلايه وطماطميه مبشوره وملح وفلفل وبهارات وقرن فلفل اخضر وحته زبده كده، ونشوحها على البوتاجاز زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. الشوربه بتاعتنا وحطينا ورق لوري وحبهان وقرنفل وخلاص هنسيبه على البوتاجاز بقى ونرجع تاني. وادي شكل الكوارع بتاعتنا لما استوت. هي صحيح خدت مننا وقت بس طالعه طبعا مستويه وجميله خالص زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. شوفوا شكلها جميل جدا. اتمنى ان شاء الله ان الوصفه النهارده تعجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الشير واللايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.